حرجع بعد انا من الاطفاء راح اروح للاطفاء، ولكن راح ارجع لك الحين خليك ويانا بمناسبه ذكرى اطفاء اخر بئر نفط في عام 91 تنفذ قوه الاطفاء العام حاليا عمليه اخلاء وهمي في مدرسه عين جالوت الابتدائيه للبنات في منطقه قرطبه بهدف التعريف اكثر ببطولات رجال الاطفاء الكويتي وغرس مفاهيم التضحيه في سبيل الوطن عند النشأ. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي. نواف مراسلنا المتواجد حاليا في مدرسة عين جالوت الابتدائية، صبحك الله بالخير، ويا ريت توافينا بتفاصيل هذه العملية اللي عندك. صباح الخير نجيبه، وصباح الخير كل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح. مثل ما تفضلت، نحن الآن متواجدون في منطقة قرطبة وتحديدا في مدرسة عين جالوت الابتدائية بنات، وحيث قبل قليل تمت عملية الإخلاء الوهمي بالنسبة للطالبات وأيضا المدرسات وجميع العاملين في هذه المدرسة من خلال تنسيق ما بين المدرسة والجهات الأخرى المعنية في عملية الإخلاء الوهمي. ولكن حتى نعطي للمشاهد صورة أقرب حول العملية التي تمت قبل قليل في هذه المدرسة، يسعد أن يكون معنا الآن الأستاذة سوسن مدو مديرة مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات. أستاذة سوسن صباح الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة وتلبية لكم حضوركم معنا الآن بالنسبة لعملية الإخلاء الوهمي التي تمت قبل قليل في المدرسة. ولكن قبل أن نتكلم في عملية الإخلاء بحد ذاتها، ولكن كيف تمت عملية التنسيق والترتيب ما بين المدرسة، إدارة المدرسة، وحتى مع الجهات المعنية من الإطفاء والدفاع المدني؟ يا هلا ومرحبا فيكم تلفزيون الكويت لتغطية فعالية إطفاء آخر بير. تم التنسيق إدارة الأنشطة التربوية مع قوة العامة للإطفاء والدفاع المدني بعمل محاضرة توعوية للطالبات في طابور الصباح، وأيضا عمل إخلاء وهمي للطالبات من قبل الدفاع المدني. بالنسبة لعملية الإخلاء الوهمي، احنا نتكلم الآن مدى أهمية هذه العملية بالنسبة للمعلمات والطالبات أو حتى إدارة المدرسة، ما مدى الاستفادة وأهميتها؟ بالنسبة للإخلاء الوهمي هم ضروريات لإدارة المدرسة لحماية الأرواح الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية. فيها يتم إخلاء منظم، انتقال الطالبات من مكان غير آمن إلى مكان آمن. عندنا الساحات المدرسية والملاجئ المدرسية متمثلة في المسارح أو الصلاة البدنية. بالنسبة للمشاركة اليوم، أوصفي لي مشاركة الطالبات وأيضا المعلمات، كيف كان المشاركة، تقييمك لهم اليوم؟ طبعا كان في محاضرات توعوية مسبقة تهيئت الطالبات نفسيا خصوصا الصف الأول ابتدائي بعملية الإخلاء الوهمي عشان ما يكونوا في نوع من الهلع والخوف، فهيئناهم نفسيا في البداية. ثم عملنا تدريب للإخلاء الوهمي لجميع الطالبات، انتقال منظم من الفصول إلى ساحة العلم، وفي عندنا انتقال منظم أيضا للطالبات من ساحة من الفصول إلى الساحات الخلفية على حسب الخطر. إذا كان خطر خارجي نلجأ إلى المسرح أو صالة البدنية، يعتبر ملجأ المدرسة. أما إذا كان خطر داخلي مثل الحرائق نلجأ إلى الساحات الخلفية وساحة العلم. أستاذة سوسن كل الشكر لك على هذا التوضيح وعلى هذه الجهود اللي بذلتوها، وإن شاء الله نلتقي معكم في مناسبات أخرى. شكرا لك، شكرا لك. نجيب مثل ما تفضلت الأستاذة سوسن مدو مديرة مدرسة عين جالوت الابتدائية بنات حول التدريب أو العملية الإخلاء الوهمية التي تمت اليوم بمشاركة الأخوة في وزارة الداخلية والمعنيين في الإدارة العامة للدفاع المدني وأيضا الأخوة في قوة الإطفاء العام حول عملية الإخلاء الوهمي، ورأينا مدى الاستفادة من خلال الصور التي عرضناها لكم الآن قبل قليل وأثناء حديثنا مع الأستاذة سوسن. يمكن كان يعني تدريب رغم قصر وقته ولكن بالفعل كان ناجح من حيث التطبيق من قبل الطالبات والمعلمات والإدارة المشاركة. نعم. نعم نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا لك على هذه الرسالة، وسلم لي على الإطفائيات الصغار اللي حواليك. شكرا لك. فكرة جدا جميلة بصراحة وظريف جدا شكل البنات الصغار، وبنفس الوقت يتعلمون شيء جدا مهم يفيدهم في حياتهم المستقبلية. طبعا رح نرجع حق ضيفنا الكريم ونستكمل الحديث عن دور الرجال.